نصاب كرة القدم، الخدعة الثالثة. بعد ما عدى القيصر كارلوس هنريكي من الاختبارات اللي فاتت، انتقل لتجربة جديدة في فرنسا مع نادي أجاكسيو. الكل في فرنسا مستني الموهبة البرازيلية للنادي الغارق في الدرجة الثانية. بالفعل وصل كارلوس، وأثناء تقديمه طلب منه أنه يستعرض مهاراته بالكورة للجماهير. فكر كارلوس في طريقة يهرب بيها من الموقف ده لأن ما عندوش أي مهارات، فقرر أنه يبوس الشعار ويوجه التحية للحاضرين ويسدد الكرات ليهم. حبته الجماهير وقررت أنها تحتفظ بالكرات اللي استقبلوها من نجم الفريق ومحبوبهم الجديد اللي ما شافوهوش تاني في أي ماتش الأجاكسيو. 13 سنة من الرواتب الضخمة والسهرات والعلاقات والشهرة دون لاعب مباراة وحيدة أو تسجيل هدف واحد. تم تخليد قصة أكبر مخادع في تاريخ كرة القدم في فيلم وثائقي سنة 2018 بعنوان القيصر، أعظم لاعب كرة قدم لم يلعب الكرة أبداً. كارلوس هنريكي علق لصحيفة ذا صن سنة 2018 على قصته وقال: الأندية تدمر الكثير من الناس لدرجة أن هناك من يضطر إلى خداعهم. كنت كل يوم في الملاهي الليلية للساعات الأولى من الصباح. في الواقع لم أكن أبداً في وضع لائق للتدريب أو لعب المباريات. يا ترى في كام كارلوس هنريكي شفتهم في تاريخ كرة القدم؟